تتكون منطقة عاصمة فنلندا وضواحيها من هلسنكي وإسبو وفانتا. توجد 26 بلدية في أوسيما والطرق مواصلات جيدة. لقد علمتني فنلندا بأن كل إنسان له قيمة. لقد لاحظت بأن الناس داخل هذا المجتمع يحترمون بعضهم بعضا. أنا أفهم حاليا بأن الجميع يستحقون التقدير والاحترام. كل الأمور لدينا تسير بشكل جيد وبإمكاننا الاستفادة من الخدمات الصحية. لقد حصلنا على الدعم من عاملة الخدمات الاجتماعية أيضا. ليس بإمكاني أن أقول غير ذلك، ولكنني حصلت على كل حال على دعم ممتاز. لدينا هنا حصص تعليمية 3 مرات في الأسبوع، ونتجاذب بالإضافة إلى ذلك أطراف الحديث. أتعلم تكلم اللغة الفنلندية بفضل هذه الحصص التعليمية. لقد بدأت أفهم الآن اللغة الفنلندية بشكل أفضل، ومساعدة هؤلاء الناس تعتبر مهمة جيدة بالنسبة لي. أنا ليس الوحيد الذي يحصل على الدعم، ولكن تتم هنا مساعدة ودعم العديد من المهاجرين. أنا شاكر جدا لكل هذا. أتمنى كل الخير لهؤلاء الناس. سوف تحصل على المساعدة لو كان عندك أي صعوبات مهما كانت. يتوجب عليك فقط أن تتعامل بشكل طبيعي جدا وأن تتعرف على هؤلاء الأشخاص، فبذلك تصبح جزءا من الجماعة التي كل واحد فيها يساعد ويدعم الآخر. لقد قابلت العديد من الأشخاص وأنا سعيد حقا وأقضي وقتا ممتعا جدا هنا. أريد أن أشكر الفريق كله. يوجد هنا العديد من الأشخاص أقضي معهم وقتي ونتعامل مع بعضنا بعض. تقدم خدمات الهجرة للبلدية والمنظمات والكنائس والاستشارات بشأن الأمور اليومية ونشاطات وفعاليات قضاء وقت الفراغ. أدرس في الوقت الحاضر تقني أسنان. إمكانيات الدراسة في فنلندا ممتازة جدا. توجد طرق مواصلات جيدة في هذه المدينة الصغيرة التي أسكن فيها. أريد أن أكمل تعليم تقني الأسنان لأصبح طبيبا أسنان. أريد أن أدرس السياسة أيضا. هدفي هو أن أصبح طبيبة أسنان وأن أكون ناشطا سياسيا بالإضافة إلى ذلك. الجانب الجيد في هذه المدينة الصغيرة هو أن المساكن فيها أكبر وأرخص ثمنا والخدمات أكثر سرعة ومتوفرة كثيرة. هذه مدينة هادئة والطبيعة جميلة جدا خاصة في الصيف. تتوفر في أوشيما إمكانيات كثيرة للدراسة. العديد من البلديات تقدم تعليم أساسي وتعليم للثقافة العامة وتعليم مهني وتعليم علمي ذو مستوى عالي ومختلف الدورات التعليمية. بإمكانك أيضا أن تشارك في تعليم التعلم في مكان العمل. بإمكانك من خلال تعليم التعلم في مكان العمل أن تحصل على مهنة جديدة وأن تتعلم مهارات جديدة. يارفنبا مدينة صغيرة موجودة على طرف البحيرة. مدينة جميلة هادية، ما في ازدحام طبعا بيختي، يعني ما مثل المدن الكبيرة، و نسبيا يعني بالنسبة لي مدينة جميلة جدا للسكن مناسبة. الخدمات بالمدينة جيدة ومتوفرة، وشيء شيء إيجابي فينا نقول إنه ما في زحمة انتظار كون المدينة صغيرة، يعني يعني مختلفة عن المدن الكبيرة بحيث خطوط الانتظار طويلة بتكون ما موجود هذا الموضوع. هذا شيء جيد. وظيفتنا بمكتب فيرسو اللي هو مكتب رعاية شؤون المغتربين واللاجئين، اللي هي مساعدة التوطين، خطة التوطين اللي تتضمن السكن، تتضمن مكتب العمل، تتضمن
إخراج وثائق السفر، طبعا كل شيء يعني من الألف إلى الياء. وظيفتي هي رعاية شؤون هدول الزبائن، إذا فينا نقول زبائن، خصوصا اللي بيحكوا فقط عربي أو إنجليزي، كون أنا لغتي الأم هي عربي، ومساعدتهم ببداية حياتهم، بداية جديدة بحياتهم بالمدينة. طبعا العمل جيد والعمل مميز، انه في دائما اختلاط بثقافات كثير من مختلف انحاء العالم. يعني الاشخاص اللي عم يبلشوا حياه جديده بيارفنبا تعرفوا عليهم، تعرف على ثقافاتهم، ومساعدتهم بانه يبلشوا حياه جديده. طبعا فيني يكون انا مثل، كونه نحن عندنا نفس الخلفيه الثقافيه، يعني فيني يكون مثل جسر وصل بين الشخص وثقافته والمجتمع الفنلندي، وكيف الامور بتصير بفنلندا، يعني شو الصح شو الغلط، شو الامور اللي ممكن تكون جيده بالنسبه له، شو الامور اللي هي ممكن تكون سيئه بالنسبه له. يعني العمل مميز وحلو. سوف تجد في اوشيما جميع الخدمات المهمه، خدمات تقدم تعليم ودورات تعليمية للعاطلين عن العمل والمساعدات في حصول على العمل. كيلا مسؤولة عن دعم الدخل المعيشي الأساسي للمواطنين وعن ميزات الطلاب. سوف تحصل عن كيلا أيضا على الاستشارات المتعلقة بالأمور اليومية.